اخوان نحن بالله ومع الله، وهذا لا ينافي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ناخذ الاسباب، لانه يا اخوان لو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان الناس دخلوا يعني قاتلوا هكذا بصدور عاريه وقاتلوا اصلا بدون اي اخذ اسباب. ونحن في هذا الزمن هل ينفع نقاتل الان بسيف في زمن التطور؟ بالله احد يقف امام صاروخ بسيف؟ يقف امام دبابه بسيف بحجر؟ لا، يعني نواكب العصر، اسلحه العصر تختلف عن الاول. نحن الان اسلحه رقميه، اسلحه بالنت، اسلحه عن بعد، وهذا هو الذي يحصل. شوفوا الان الطائرات هذه السيارة هذه عن بعد تحدد الهدف بتفقد تستنى انت تنتظر بسيف او بمقلاع. تعرفون المقلاع؟ النبيله مقلاع تظهر اللي يصنعه الاطفال. هل هذا ينفع؟ لا ينفع. المهم انه نواجه العصر، نعود الى ما كنا فيه. فدخل بيته ولبس لباس الحرب واستعد للقتال. هنا ايها الاحبه الصحابه تلاوموا وقالوا اراد النبي صلى الله عليه وسلم امرا واردنا امرا. فذهب يا حمزه بن عبد المطلب. من حمزه؟ قلنا بس عمه وابوه من راعه. فدخل بيته لانه يمون عليه، فدخل عليه.